قد تكون الحرب مقدمة للسلام أو هكذا جرت العادة، ولا يخلو المشهد اليمني الحالي من علامات في السير وفق هذا المسار الحتمي. فبينما تستعر الحرب وتشتد رحاها، تشهد العاصمة السعودية الرياض حراكا سياسيا واقتصاديا للإعداد لمرحلة جديدة، مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار. ورشة اليوم تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول مجلس التعاون، فاتخذوا قرار في ديسمبر الماضي خلال القمة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار وبناء اليمن، وكذلك وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي. التقديرات الأولية للبنك الدولي تشير إلى أن اليمن بحاجة إلى 15 مليار دولار كحاجة أولية لإعادة بناء ما دمرته الميليشيا خلال عامين من الحرب، بينما ترى الحكومة أن الكلفة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، لكن أملها كبير في التفاعل المانحين والداعمين لإعادة بناء اليمن. أعتقد أن الوقت مبكر لمعرفة الكلفة النهائية لإعادة الإعمار في اليمن، لكنني متأكد بأن همة اليمنيين وهمة الدول الخليج العربي وهمة العالم ستقف إلى جانبنا لتجاوز هذه الآثار المترتبة على الاعتداء الحوثي صالح. إلى جانب الحرب يسير أمل اليمنيون البسطاء بالسلام، ومع إطلاق الميليشيا لقذيفة جديدة يتأكد أن مصيرها إلى زوال وأن عهدا جديدا في طريقه إلى الظهور.